بسم الله الرحمن الرحيم. مرة أخرى استأباب مدينة تطوان إلى أن تفرز الصفاقة في طابور مقاطعة تضامنية. الوقفة اللي كانت أول وقفة في العالم الإسلامي تضامنا مع معتصم ميدان رابعة العدوية اللي كانت تقضي أكثر من 20 يوما. مرة أخرى مدينة تطوان تقضي وقفة تضامنية أو تنذيبية بالمجزرة الوحشية اللي تعرضوا لها المعتصمين السلميين في ميدان رابعة العدوية، بحيث أنه في ساعة من الزمن سقط من الشهداء حوالي 200 شهيد وأكثر من 4000 جريح، وهذا رقم قياسي لم يقع حتى في عدوان الكيان الصهيوني على غزة في حرب غزة، رغم القصف بالطائرات وبالفوسفور وبالصواريخ والدبابات. ما طاحوش هذا النوع من الضحايا اللي طاحوا في ساعة من الزمن. وكيف سقطوا؟ سقطوا بجيش بالرصاص المصري، بأيدي الجيش المصري والشرطة المصرية، والجيش المصري اللي الشعب المصري كينفق بالأموال ديالو باش يبني هذا الجيش ويكون قوي. هذا الجيش أبى إلا أن يوجه مدافعه ودباباته ورشاشته إلى صدور الشباب المصري العاري. هذا عار على الجيش المصري، علما أن هذه مؤامرة كبرى المستفيد منها هو الكيان الصهيوني. أذكر بأنه بعد تدمير الجيش العراقي اللي كان قوي في المنطقة، وبعد تدمير الجيش السوري اللي كان قوي في المنطقة وكانوا يحسبوا لهم ألف حساب، الآن تأتي الكرة والدور على الجيش المصري. ما يقع الآن في مصر هي مؤامرة بين لكي لإضعاف الشعب المصري والقوة المصرية وخصوص الجيش المصري، حتى يستفرد الكيان الصهيوني بالأمة وبقوماتها. الآن تلاحظون أنه بموازنة ما يقع في مصر هناك تسارع الأحداث من أجل إعادة المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين برعاية أمريكية. فهذا الظرف هذا يتم إعادة الفلسطينيين إلى طاولة المفاوضات، بمعنى سيعودون إلى المفاوضات وظهورهم مكشوفة وليس لهم أي أوراق ضغط، وبالتالي ستكون مفاوضات في صالح الكيان الصهيوني وستضيع الأمة وحقوق الأمة، وبعد ذلك سيتم تجزيء الأمة والعياذ بالله. والسلام عليكم. الله يجزيك شكرا.